السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أمي تسنيم. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة من أغرب الفيديوهات اللي أنا يعني هتكلم عليها، من أغرب الفيديوهات اللي تسمعوا عنها أصلا. يعني لما تكون طبيبة يا جماعة، طبيبة بيطرية، تكون لها علاقات مع 40 راجل وهي مصورة نفسها على فلاشة وهي في العلاقات دي مع الرجالة، ايه رأيكم؟ هقول لكم التفاصيل وانتوا احكموا يعني في الواقعه دي. التفاصيل يا جماعه بتاعت الواقعه دي، دي ست دكتوره متجوزه من راجل، عندها طفل عنده 4 سنين. الست دي يا جماعه زي اي حد، يعني في يوم من الايام جوزها كان نايم على السرير عادي، فهو نايم يا جماعه على المرتبه بتاعت السرير، بيقول لك انا كنت نايم حاسس ان في حاجه مكلكعه في المرتبه، فقعد يدور ايه اللي مكلكع في المرتبه ده، مش عارف يعني اتقلب يمين ولا اتقلب شمال. اتاريها بيبصوا يا جماعه، فضل يدور لغايه ما طلع فلاشه. الفلاشه دي ايه؟ طبعا مفيش مرتبه يا جماعه بيجي معاها فلاشه هديه. راح مسك الفلاشه يا جماعه وجاب الكمبيوتر بتاعه وحط الفلاشه بيشغلها. تتفاجئوا لها ايه يا جماعه؟ لقى مراته ليها 40 فيديو مع رجاله مصوره نفسها في علاقات في الفلاشة دي. طبعا يعني بصوا يا جماعة، هو الموضوع اصلا كله دلوقتي واخد ترند على موقع السوشيال ميديا. بصوا يا جماعة بقى اللقب اللي طلعوه عليها، عنتيلة المحلة، عنتيلة مش عنتيل بقى، يعني مش راجل، يعني انا مش عارفة حكاية العناتيل اللي بتظهر في المحلة دي ايه. فطبعا يا جماعة الناس كلها عمالة تتكلم على الموضوع ده عشان هي واحدة ست ودكتورة ومصورة نفسها. هي بقى دلوقتي يا جماعة الموضوع اختلف خالص، اسمعوا بقى، مش الراجل هو اللي بيصور، لا ده هي اللي مصورة نفسها وحاطة نفسها مع كل راجل راحت له على الفلاشة كده. يا جماعة مفيش ستات هتتفضح في الفيديو بتاعنا ده النهاردة خالص، لا، اللي هيتفضح النهاردة الرجالة اللي متصورة مع العنتيلة بتاعت المحلة. انتوا يا جماعة سامعين الكلام اللي انا بقوله؟ انتوا سامعين الفيديو وسامعين التفاصيل بتاعت الفيديو؟ انا بتكلم في التفاصيل دي انا مش مصدقاها، يعني انا بتكلم كده في حاجه انا مش مصدقاها ولا عمري سمعت عنها. بس طبعا انا مصدقتهاش لما شفت في عيني بعيني يعني الواقعه نازله على موقع السوشيال ميديا. انا شفت البوستات والحاجات اللي هي نازله على موقع السوشيال ميديا عن تيلة المحله، ست بتصور نفسها مع 40 راجل وحطاها على فلاشه وحطاها في مرتبه السرير. شفتوا يا جماعه الجبروت؟ يعني هي مش خايفه ان جوزها يمسكها ولا يقول لها ايه الفلاشه دي ولا اي حاجه، لا، بس الناس اللي بتعمل الغلط يا جماعه ما بقاش حاممها اي حاجه، يعني الناس اللي هي متعوده تعمل الغلط ما بتخافش من ربنا ما بتخافش من اي حد، عشان كده ما يهمهاش اي حد. طبعا الفيديو ده انا ما عنديش تعليق اقوله خالص عليه، انا مستنيه تعليقاتكم انتوا تقولوا رايكم ايه في اللي حاصل ده. اللي حاصل ده يا جماعه احنا قدام كارثه صراحة ربنا. أنا مش عارفة المواضيع اللي احنا بقينا فيها دي من ايه، من انتشار المواقع اللي هي السوشيال ميديا، اللي بقى دلوقتي المراسلات ممكن تراسل حد، ممكن تبعت طلب صداقة لحد تكلمه، مش عارفة ده انتشر من ايه يا جماعة، ولا احنا انتشر عشان الأخلاق انعدمت؟ مفيش أخلاق يا جماعة، قولوا رأيكم ايه بقى، عشان أنا الواقعة دي مخلياني صراحة ربنا متنرفزة و ما عنديش تعليق. نكم منت يا جماعه، يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وسيبوا لي تعليق كويس في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.